لما تجمعوا الاصوات بزاف خليوها هكا شويه تسع راه الناس كثار الى جينا تجمعوا راه ما بقى فيه اللهم اجبد عند المسألة منطقه ولا تبتليه في أمره بما لا طاقة له به واقف بنبينا عليه السلام هالك إلا وجهه. أيها الإخوة هذه الكلمة ديال الكل كتكرر كل نفس وهي من ألفاظ العموم كل نفس كل من عليها لكن الآية الأخيرة كل شيء هالك إلا وجهه كل أضيفت إلى نكرة يقول اللغويون فهي من صيغ الاستغراق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حكم على الجميع بالموت عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى حكم عليها بالموت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وجاء في عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من دفن جنازة وقف على شفير القبر وهو يخاطب الصحابة أحسن جيل على الإطلاق قال العلماء جيل لن يتكرر الله أعطاهم أعظم وسام وسام الرضا قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ورغم ذلك يقول اليوم النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا يا إخواني فأعدوا لمثل هذا اللقاء لمثل هذا الموقف فأعدوا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول الصحابة هذا الكلام لهما الإيمان في قلوبهم كالجبال إذا فمن باب أولى وأحرى فنحن كذلك يعني خاصة تصدر هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا يا إخواني فأعدوا ليس الموت هو المشكل في حد ذاته الكل سيموت كان مؤمنا أو غير مؤمن كافر ذكر أو أنثى ولكن كل واحد منا أيها الإخوة حتى لا أطيل غير طرح سؤال على نفسه كم عندي من الاستعداد لدخول القبر كم عندي من الاستعداد لسؤال الملكين كم عندي من الاستعداد للقبر وهو ينادينا مجازا لا حقيقة أنا بيت الوحدة أنا بيت الوحشة أنا بيت الظلمة أنا بيت الدود أنا بيت الدودة كم عندنا من الاستعداد أيها الإخوة ممكن واحد منا ولا أكثر اليوم أو لا أكثر يجي لهذا المكان وانتهت الدنيا وانتهت الرحلة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي سهل سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس إذن أول مسيح عش ما شئت فإنك ميت مصداقا لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون 50 سنة 1000 سنة أقل أكثر لابد أيها الإخوة من الموت لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه يعني في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت 10 عند رسول الله دخل لهم فقال يا رسول الله من أكيس الناس يقول لك إسلك يكون مطور وما كيش متوحد الكيس من أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لها استعدادا أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وشرف الآخرة هذو هم الأكياس في سنن الترمذي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني ثم قل وأحبب من شئت فإنك مفارق إذا لا بد من فراق الزوجة ومن فراق الأولاد ومن فراق الأشياء لا بد أن نوطن أنفسنا على الفراق لا بد أن نستعد لهذا الفراق أيها الإخوة لا بد من الرحيل لا بد من الرحيل وأكيداً لا بد كيف نوطن أنفسنا فرقت الزوجة فرقت الأولاد فرقت الأموال لا بد من فائدة وأحبب من شئت فإنك مفارق إذا خصت المحبة لنا لله ولرسوله وللرفقة الطيبة لأن غدا يوم القيامة ستكون ندامة وحسرة ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الصحبة ديالو يوم القيامة إلا ما كانش لله، هذاك اللي كتكون الصحبة ديالو لله والرفقة ديالو لله والرفقة الطيبة، غدا يوم القيامة غادي تشوف هذيك الشفاعة ديالها. علاش أهل النار ما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ ما فيه صديق حميم، ما فيه رفقة طيبة، ما فيه اللي غيذكرك بالله سبحانه عز وجل تكون حسرة وندامة. ثم قال له واعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت. لا بد أيها الإخوة من الجزاء، لهذا سيقال غدا يوم القيامة اقرأ كتابك. الآن خاصنا نقرأه، كل واحد فينا خاصو يقرأ الكتاب ديالو هنا. علاش نقرأ هنا؟ لأن هنا ممكن تصلح ترد المظالم إلى أهلها، تعطي المسائل لمالها، ترجع إلى الله سبحانه. أما هي ما بقى عندك ما تمسح، ما عندك ما تغير. اقرأ كتابك، اقرأ فعل أمر، ومن كيجي الأمر من الأعلى إلى الأسفل فهو يوجب الامتثال. كل شيء غيقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا غنقراه دابا فيه شي مظالم، فيه أشياء خايبة، فيه غفلة، فيه تقصير في حق الله سبحانه عز وجل، فيه يعني أشياء. الآن فرصة كيف يعني نغيروا هذيك الأشياء ونبدلوها بأشياء يحبها الله ويحبها رسوله. قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد الصحابي يا فلان يا عبد الله لا تكن كفلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. شرف المؤمن، الشرف الحقيقي للمؤمن هو قيامه بالليل. هات الصلاة لا ينادي لها، لا ينادي لها المؤذن، ولكن ينادي لها رب العزة، كما جاء في الصحيحين أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل، هل من مستغفر إلى آخره. وآخر آخر مسألة قالوا واعلم أن صلى الله عليه وسلم وأن عزه استغناؤه عن الناس. وهذه الكلمة اللي محتاجها الأستاذ ديالنا والخطيب والواعظ اللي الحمد لله يعني كان كيجتهد يعني بالليل وبالنهار فإلقاء ظروف ومواعيد وخطب ديال الجمعة، أن عزه استغناؤه وأن استغناؤه عن الناس حقيقة لا إله إلا الله. الأستاذ ديالنا والأخ ديالنا اللهم ثبته عند الحساب، اللهم ثبته، اللهم انصره اتبعت. إن كما قال لي إن أخاكم الآن يسأل في السلام تكبير، اللهم ثبته على قول لا إله إلا الله. أستاذ ديالنا اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم إن كان مسلم في إحسان وإن كان مسلم فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله برحمتك حفرا من حفر النار. الزوجة ديالو والإخوان ديالو والأصدقاء ديالو في العمل والأصدقاء ديالو في الدين وجميع الحاضرين وكل من حضر، اللهم ارزق الجميع الصبر والسلوان، اللهم ارزقهم صبر الصالحين وارزقهم صبر المؤمنين، اللهم ارزقهم الصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكوى ولا دعوة من دعوة الجاهلية. سكن هذه المدينة اللهم اجعل لهم الرحمات، اللهم اسكنوا فسيح جنانك، اللهم يسر حسابهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.